أسمع مصطلح الهستيريا وهي نوعان في مسمياتها القديمة. هستيريا مهم معناهم هستر. هستيريا هي مرض معين له نوعين، الهستيريا التحولية والهستيريا الإنشقاقية. سأفرد حلقة عن الهستيريا الإنشقاقية، أما الهستيريا التحولية فما هي؟ ولو وجدت وقتا في هذه الحلقة سأحدثكم عنها. الهستيريا التحولية أن الإنسان تحت ضغط معين يحدث أعراض جسدية، هذه الأعراض نفسية وليست عضوية. مثلا مع الضغط النفسي ذلك الإنسان يفقد بصره أو يفقد سمعه أو يفقد القدرة على المشي ذلك الإنسان، هذا مع الضغوط يحدث له هذا الشيء. أما في الهستيريا الإنشقاقية فتحدث أعراض عصبية وليس بهذه الطريقة، يفقد الذاكرة، يفقد معرفته بشخصيته تماما، اللي يسمى بالعربي نقص الذاكرة أو غياب الذاكرة الإنشقاقي، ديسوشيتيف أمنيزيا ولا في ديسوشيتيف فيوغ. هنا يفقد الإنسان معرفته أيضا لشخصيته. ومن أمثلتها مالتيبل بيرسوناليتي ديسوردر اللي هو تعدد الشخصيات، لكن هذا مرض نادر أيما ندرة فلا نشغل أنفسنا به. نعود للهستيريا التحولية. إذن زيادة في الضغط النفسي تجعل الإنسان يتفاعل بجسده حينما تعجز نفسه الصغيرة عن التعامل مع الضغوط الكبيرة فتقرع باب الجسد، فيعاونها عن طريق أعراض الهستيريا التحولية شلل كامل أو غيره، أو عن طريق أعراض جسدية تصاحب ذلك المرض مثل مواجع بالجسم أو غيرها، وهذا غير الهستيريا التحولية. كيف يكون العلاج؟ العلاج هو بتخفيف الضغوط، العلاج بإزالة أي مرض نفسي مصاحب عند ذلك الإنسان، العلاج أيضا إذا كان عندي سمات الشخصية القلقة أعالجها فأخفف المصادر أو تلك الجداول الصغيرة التي تغذي حدوث مثل تلك النوبة الهستيرية فأخفف منها كثيرا. هذا في الوقاية. أما في العلاج، ما الذي يحدث حينما يأتي صاحب النوبة الهستيرية التحولية؟ القلق الزائد ربما يزيد النوبة وربما يزيد شدتها ومدتها. القلق الزائد يوتر ذلك الإنسان، الحديث عن المشكلة وتكبيرها يزيد من تلك النوبة الهستيرية ومن تكرارها، لكن الهدوء والطمأنينة وتطمين ذلك الإنسان بكل وسائل الطمأنينة يبدأ بالتشافي تدريجيا. كيف تظهر؟ قلنا إما بشكل شلل نصفي، النصف السفلي أو النصف الجانبي، تمثيل بعض الأدوار المرضية. هل هذا هو تمثيل المرض؟ لا، تمثيل المرض مالينجرينج، هذا هو في حالة شعورية ويختلف عن الهستيريا التحولية وهي في اللا شعور، ويختلف عن مرض منشاوزن أو فاكتيشس ديسوردر الذي يمثل الإنسان دور المرض وهو لا يدري أنه يمثل، ليس مثل الهستيريا التحولية التي تأتي بعد الضغوط. شكلي خربطتكم بهذه الأمثلة أو بهذه المسميات، لكن شيئا من هنا وهنا يجعلك على استبصار به، فلو حدث لك أو لقريب أو غيره تتذكر أن يوما من الزمن سمعت عن مصطلح معين يجعلك تتساءل عنه. وإن أنسى لا أنسى قصة صاحب لي، حينما كنت في عنيزة فكلمني إنه تعبان، رحت أشوفه لقيت عنده مرض نادر جدا جدا، حتى أطباء الأعصاب مش النفسيين حنا يمكن ما شافوه، فشكيت بذلك المرض. ليش؟ لأني كنت دائما أسمع وحاول، والطلاب زملائي لما ينزلوا للمطعم أرقى أطلع أرقى إيش أرقى هذه أطلع فوق في الأجنحة وأقعد مع المرضى وأشوف، فرأيت ذلك المرض النادر. فسخرني الله في تلك اللحظة لما رأيت صديقي العزيز بذلك المرض، وإذا بشريط ذلك المريض الذي رأيته، لأني حرصت على الدراسة كما تحرص أنت على الثقافة النفسية، فأنقذه الله بتوفيقه سبحانه وتعالى من تلك الخيال أو تلك الصورة التي جاءت في بالي لذلك المريض الذي رأيته في المستشفى أثناء دراستي ما قبل التخرج. إذا الهستيريا التحولية حالة بسيطة وعلاجها بسيط، لكن نسبة تكرارها عالية إن حقق فوائد من تلك النوبة ذلك المريض.